السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي تلاميذ السنة الرابعة متوسط. اليوم سنقوم بشرح درس تفاعل محلول حمضي مع معدن من المقطع التعلمي التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية لميدان المادة وتحولاتها. إذا نبدأ بالمثال رقم واحد، تفاعل محلول حمض كلور الماء الذي يعتبر محلول حمضي مع معدن الحديد. إذا سنبدأ بمعدن الحديد. التجربة: نضع كمية من برادة الحديد في أنبوب اختبار ونسكب عليها قطرات من محلول حمض كلور الماء كما توضحه الوثيقة أو الصورة أمامكم. إذا نلاحظ الرسم هنا، لدينا أنبوب اختبار فيه كمية من برادة الحديد، سنضيف إليه قطرات من حمض أو من محلول حمض كلور الماء. حمض كلور الماء معروف لدينا الأسيد، صيغته الكيميائية H بليس بليس Cl مو. إذا ماذا سنلاحظ بعد إضافة حمض كلور الماء في أو فوق برادة الحديد؟ إذا الملاحظة، نلاحظ حدوث فوران في الأنبوب وظهور فقاعات غازية وظهور محلول جديد عند اختلاط حمض كلور الماء مع برادة الحديد. إذا نعيد الملاحظة معا. إذا نلاحظ فوران في الأنبوب وظهور فقاعات غازية وظهور محلول جديد، عفوا المحلول جديد. إذا المحلول الجديد بعد إضافة قطرات أو كمية من حمض كلور الماء سيظهر لنا هنا مع تصاعد أو حدوث فوران هنا وتصاعد فقاعات غازية. إذا الآن سنتحدث أو سننتقل إلى الكشف عن الناتج. أولا سنقوم بتقريب عود ثقاب من فوهة الأنبوب. إذا تقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب. إذا عود ثقاب مشتعل. إذا عند تقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب نلاحظ حدوث فرقعة خفيفة. تحدث فرقعة خفيفة، والفرقعة الخفيفة كما درستم سابقا في التحليل الكهربائي للماء، عند حدوث فرقعة خفيفة معناه وجود غاز ثنائي الهيدروجين. إذا نبدأ بالناتج الأول، الغاز المنطلق هو غاز ثنائي الهيدروجين، صيغته الكيميائية H2. ونكشف عنها بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب أي أنبوب الاختبار، فتحدث فرقعة خفيفة. هذا فيما يخص الكشف عن الغاز الناتج. الآن سنقوم بالكشف عن اسم المحلول الناتج. إذن اسم المحلول الناتج. إذن سنقوم بوضع هذا المحلول الناتج في أنبوبي اختبار. إذن نقسمه على أنبوبي اختبار. إذن الأنبوب الأول والأنبوب الثاني. إذن نضع كمية من المحلول الناتج في الأنبوب الأول ونضع كمية من المحلول الناتج في الأنبوب الثاني. إذن هذا المحلول الناتج، هنا أيضا المحلول الناتج. هنا في هذا الجزء سننتقل إلى درس الكشف عن النواتج الذي تكلمت عنه سابقا في الدروس السابقة. إذن في الأنبوب الأول نضع كمية من هيدروكسيد الصوديوم أو ما يسمى بالصودا، هيدروكسيد الصوديوم
ان او اش، ان او اش. في الانبوب الثاني سنضيف كميه او قطرات من نترات الفضه. إذن مباشرة عندما أقول نترات الفضة معناها سأكشف عن ماذا؟ عن شوارد الكلور اللي هي Cl-. إذن ماذا سيحدث لنا هنا؟ سنلاحظ تشكل راسب أبيض يسود في وجود الضوء. إذن تشكل راسب أبيض يسود في وجود الضوء. الآن هنا ماذا سيتشكل لنا؟ سيتشكل لنا راسب أخضر. إذن والراسب الأخضر هنا يدل على ماذا؟ على، إذن سنكتب التشكل راسب أخضر أو أخضر فاتح. الرسم الأخضر الفاتح يدل على ماذا؟ على وجود شوارد الحديد الثنائي اللي هو Fe2 موجب. الآن انطلاقا من الشوارد الموجبة والشوارد السالبة يمكننا كتابة اسم المحلول وصيغته الشريدية. إذا اسم المحلول هو كلور الحديد الثنائي. إذا اسم المحلول هو كلور الحديد الثنائي. صيغته الكيميائية نفتح قوسين العلامة موجب في الوسط، نكتب الشاردة الموجبة على اليسار Fe2 موجب زائد الشاردة السالبة على اليمين Cl-. الآن نقوم بموازنتها مباشرة حتى لا نضطر إلى موازنة هذه المعادلة. إذا 2 موجب وهنا لدينا سالب واحدة، إذا نضرب الكلور في 2. الآن ننتقل إلى نمذجة هذا التحول بمعادلات كيميائية. نبدأ أولا بمعادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الشاردية. إذن معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالصيغة الشاردية. إذن في المعادلة نكتب المتفاعلات ونكتب النواتج. إذا ما هي المتفاعلات؟ المتفاعلات برادة الحديد معناه الحديد Fe زائد ماذا قمنا بالإضافة عليه في أنبوب اختبار؟ قمنا بإضافة محلول حمض كلور الماء اللي هو H+Cl-. سهم ماذا نتج لنا؟ نتج لنا غاز ومحلول جديد. إذا الغاز الذي نتج لنا هو H2 معناه غاز ثنائي الهيدروجين زائد المحلول الجديد كما قمنا بالكشف عنها محلول كلور الحديد الثنائي Fe2 موجب زائد 2 Cl-. إذا هذه هي معادلة التفاعل الكيميائي. إذا نكتب الحالة الفيزيائية قبل أن ننسى هذا. Fe كان لدينا في حالته صلبة، حمض كلور الماء كان في حالته محلول أي أكو. أيضا هنا نتج لنا محلول معناه أكو أو أكوز H2 غاز. الآن سنقوم بموازنة هذه المعادلة. الآن في الموازنة ما بين قوسين أي المحاليل لا نغير فيها شيء لأنها متعادلة كهربائيا. أين سنغير أو أين سنضع المعامل الاستوكيومترية؟ قبل المحاليل وقبل الجزيئات. الآن سنبدأ بمقارنة الذرات بالشوارد. كيف هذا؟ لأن الشاردة ما هي إلا ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترون، معناه سنقارن ما بين الذرات والشوارد بحيث عندما نقارن هنا لا نعطي أهمية للشوارد أو للشحنات الموجبة أو السالبة. إذا نبدأ، لدينا هنا ذرة واحدة من الحديد ولدينا هنا شاردة من الحديد معناه واحد واحد لا تحتاج إلى موازنة. الآن لدينا ذرة واحدة من الهيدروجين ولدينا هنا من شاردة الهيدروجين ولدينا هنا ذرتين من الهيدروجين معناه سنضرب في 2، ولكن لا نضرب هنا. أين سنضرب؟ نضرب قبل القوس معناه هنا. الآن
شاردة الكلور لدينا واحد، وهنا شاردة الكلور لدينا اثنان، واثنان سنقوم بنشرها في الشاردة الهيدروجين وفي شاردة الكلور، معناه لقد قمنا بموازنتها. إذا في الأخير نتحصل على هذه المعادلة، إذا Fe زائد 2 H موجب زائد Cn موان، سهم تعطينا Fe 2 موجب زائد 2 Cn موان زائد H 2، إذا هذه هي المعادلة النهائية. الآن ننتقل إلى معادلة التفاعل الكيميائي بالأفراد الكيميائية المتفاعلة فقط، معناها نذكر أفراد كيميائية التي شاركت في التفاعل، ولا نذكر الأفراد التي لم تشارك في التفاعل والتي تسمى بالشوارد المتفرجة أي شوارد خاملة. إذن معادلة التفاعل الكيميائي إذن بالأفراد الكيميائية المتفاعلة فقط، ويمكن تسميتها بالمعادلة المختصرة. إذن ماذا سنفعل؟ سنقوم بنشر اثنان في المحلول الأول ونكتب المعادلة من جديد. إذن لدينا Fe زائد 2 H موجب زائد 2 Cl موان سهم Fe زائد 2 Cl موان زائد H 2. لماذا لم أكتب لم أضع القوسين؟ لأنني سأقوم بالاختزال. إذن سنلاحظ هنا الشوارد التي تكررت سنقوم باختزالها. إذن ما هي الشاردة التي تكررت؟ الشاردة التي تكررت هي شاردة الكلور. إذن سنختزل شاردة الكلور في المتفاعلات مع شاردة الكلور في النواتج. إذن ونعيد كتابة المعادلة من جديد. إذن Fe زائد 2 H موجب سهم Fe زائد H Fe عفوا هنا 2 موجب شاردة الحديد زائد H 2. إذا الحالة الفيزيائية صلبة محلول مائي غاز. إذا هذا ما نسميه بالمعادلة المختصرة. إذا وفي الأخير أتمنى أن يكون هذا الشرح مبسط، وأي سؤال أو أي استفسار لا تتردد في أن تضع تعليق أسفل الفيديو وسأجيب عنه في الفيديو المقبل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.